اوكي، احنا كنا وقفنا عند الكلاسيفيكيشن او الداتا مايننج ميثود بمعنى صح. من الداتا مايننج ميثود اول واحده احنا اوريدي انتوا عارفينها في الداتا مايننج كورس، وهنتعرف عليهم تاني دلوقتي اللي هم كلاسيفيكيشن. ودي اكتر داتا مايننج ميثود that has been used، وتعتبر هي جزء من الماشين ليرنينج فاميلي، و it employs a supervised learning. شرحنا ليه هي supervised learning already. وهي it learns from historical data و it build a new model to classify new data. ال output variable بتاع ال classification دايما بيكون categorical، هي تصنيف yes or no، sick or not، whatever بقى. فبيبقى النهارده كاتيجوري يا اما في شكل nominal او في شكل ايه الاوردينال. الاوردينال يسمح بالترتيب. طيب ايه الفرق بين الكلاسيفيكيشن والريجريشن، والفرق بين الكلاسيفيكيشن والكلاسترنج؟ طبعا الكلاسيفيكيشن versus ريجريشن الاثنين زي بعض في حته ان هما النهارده سوبرفايزد ليرنينج. الاثنين بيعملوا بريدكشن، يعني الاثنين بيعملوا سوبرفايزد ليرنينج، الاثنين بيعملوا بريدكشن. ولكن الفرق النهارده ان الريجريشن بتستخدم equation to fit the model، بينما الكلاسيفيكيشن بتستخدم to fit the data قصدي، بينما الكلاسيفيكيشن بتستخدم الكلاس ليبل. كذلك الكلاسيفيكيشن ما بتحتاجش مني input لبارامترز، بينما الريجريشن بتحتاج input لبارامترز. اما بالنسبه للكلاسترنج فهو قصه مختلفه خالص. الكلاسترنج is unsupervised، لان انا من الاول خالص مش عارفه كام كلاس هتكون لي. حاجة تانية هو الكلاسترنج ما بيعملش prediction ولكن بيعمل توصيف، بيعمل description of the current data by grouping them into different clusters. اوكي؟ فدي الفروق الأساسية طبعا. طيب ازاي how can we assess if the classification is accurate or not، or if the classification model is accurate or not؟ اللي احنا نعمل evaluation of predictive accuracy whether the predicted tuples or the predicted data is accurate or not. بنستخدم حاجة اسمها hit rate. الـ speed بياخد قد إيه وقت in order to build the model and in order to predict the new data. إن هو يكون robust scalable، يعني كل ما الداتا عندي كبرت في حجم كل ما كان هو برضه يقدر يطلع لي result. Interpretability يعني it should be easy to understand and to explain. طيب الـ accuracy of classification models. النهارده عندي كنا خدنا الكافوجي ماتريكس دوت. The primary source for accurate estimation is the Kafuji matrix، يعني اكثر من اول حاجات بنستخدمها in order to measure the accuracy of any classification model هو الكافوجي ماتريكس بتاعنا. فبيبقى كان في الشكل الاتي. لو انا عندي هنا الداتا، احنا قلنا في الكلاسيفيكيشن بتعتمد على once انا بنيت الموديل I need to test this model. فبجيب بعمل تيست للموديل على ايه؟ على سامبل من الداتا. انا اوريدي عارفه الاوتبوت بتاعها، يعني مثلا خلينا نقول الداتا دي مثلا عباره عن البيشنت سيمبتومز، مثلا اعراض معينه، والكلاس ليبل اللي انا بطلعه واقول ان هو he will have a certain disease or not. So this is the prediction. لما باجي اتست الموديل بتسته على داتا اوريدي انا عارفه الاجابه بتاعتها، يعني انا عارفه اوريدي بتست على ريكورد patient معين بالسيمبتومز معينه وعارفه ان الشخص ده جاله الديزيز دي او نوت. اوكي؟ فاللي انا بعمله بقى I test my model on this data وبشوف لو هو عمل classification to certain symptoms of a certain patient بان هو هيطلع عنده ديزيز وال actual data بتقول ان هو ما عندوش الديزيز، يبقى النهارده الموديل بتاعي مش مظبوط. لو هو طلع النهارده قال لي ان هو مش هيجيله ديزيز والاكشن داتا بتقولي ان هو فعلا ما جالوش الديزيز، يبقى اذا الاكيرسي كانت عاليه. فاذا ايه البوسيبل كومباينيشن اللي ممكن تطلع لي؟ ممكن النهارده الموديل يطلع لي بوزيتيف. يعني ايه بوزيتيف؟ يعني عنده ديزيز يس يس اور نو بقى. اوكي؟ فانا عندي هنا بوزيتيف ان هو يس، فايه ترو بوزيتيف كاونت. طيب قصادها النهارده يبقى هنا ذيس از ذا ترو كلاس اللي هو ال خلينا نقول ترو كلاس هي الفاكت اللي موجوده حقيقيه، ومن ال predicted class الحاجه اللي الموديل بيطلعها لي. فالنهارده ممكن يكون positive مع positive معناه ان يكون ان اللي تم prediction بتاعته ان هو هيكون بيس او positive، وكمان in the real data it is positive، يبقى النهارده اصبح positive. ده بسميه true positive count، يعني ال positive اللي تم it's true.
البوزيتيف اللي تم بريدكشن ان هو هيبقى او الكيس اللي تم بريدكشن ان هي هتبقى بوزيتيف ات هاز بين ريتد اس صح مظبوط ترو. طب الاوبشن الثاني اللي عندي يكون بوزيتيف ونيجاتيف، يعني النهارده الموديل قال لي في البريدكتيف كلاس قال لي ان هو الاوتبوت هيبقى نو نيجاتيف اوكي او فولس يعني نقول نيجاتيف وخلاص، بس الترو داتا بتقول لي ان هو لا بوزيتيف، يبقى اصبح ايه نيجاتيف بوزيتيف. نيجاتيف بوزيتيف يعني معنى كده البريدكشن كانت خاطئه، يبقى بسميها ايه فولس نيجاتيف. اي نعم انت قلت لي ان هو نيجاتيف بس ده فولس بسميه اف ام. طيب نيجاتيف او العكس ان هو يقول لي النهارده البريدكشن كلاس يقول لي بوزيتيف وهو في الحقيقه كان نيجاتيف، يبقى اذا النهارده البوزيتيف ايه كان خطا يبقى فولس بوزيتيف. او النهارده يكون ان هو يكون نيجاتيف عمل له بريدكشن من نيجاتيف وهو في الحقيقه فعلا نيجاتيف يبقى بسميه ترو نيجاتيف. يبقى اذا الاربع كومبينيشنز اللي عندي اما ترو بوزيتيف يا اما ترو نيجاتيف، يعني الحاجات الصح بسميها ترو بوزيتيف لو هو بريدكتد اس بوزيتيف، او لو هو اس بريدكتد اس نيجاتيف وده اتس ترو يبقى ترو بوزيتيف او ترو نيجاتيف، او العكس بقى يبقى فولس نيجاتيف وفولس ايه بوزيتيف. طيب الناس اللي جايه من اللي هو الترم اللي هم تغريد واروى ار يو فولوينج؟ ار يو فولوينج؟ تمام. طيب يبقى النهارده الاكيرسي بتاعتي ازاي بقى ماجر الاكيرسي بتاعتي؟ الاكيرسي النهارده عباره عن التو بوزيتيف زائد التو نيجاتيف، يعني الحاجات اللي تم البريدكشن بتاعها بطريقه مظبوطه، يبقى باخد التو بوزيتيف مع التو نيجاتيف ازودهم على بعض واقسم على كل الكيسز اللي عندي، الكيسز اللي عندي اللي هي ايه؟ التو بوزيتيف مع الفولس بوزيتيف مع الفولس نيجاتيف مع التو نيجاتيف. فشوف النهارده كام كيس كانت طلعت صح من كل الكيسز، يبقى this is the accuracy. طيب لو انا عايزه فقط الريت بتاع الترو بوزيتيف فقط، يبقى هاخد الترو بوزيتيف واقسمه على الترو بوزيتيف زائد الفولس نيجاتيف. ليه؟ لان انا النهارده عايزه اشوف الريت قد ايه اللي تم النهارده اللي كانت البريدكشن فيه كانت مظبوطه في حاله ان الكيس كانت يس بوزيتيف. فاذا هجيب النهارده الترو بوزيتيف على اقسمه على ترو بوزيتيف اللي موجوده بلس الفولس نيجاتيف. يعني فولس نيجاتيف؟ يعني ان هو النهارده هي كانت اساسا بوزيتيف ولكن الموديل او الكلاسيفيكيشن موديل عملها لي بنيجاتيف، فاقسمها على الايه؟ على الكيس اللي هي كلها بوزيتيف مقلوب. يبقى ترو بوزيتيف زائد ترو بوزيتيف فولس نيجاتيف دي ترو بوزيتيف ريت. العكس الترو نيجاتيف ريت يبقى ترو نيجاتيف على الترو نيجاتيف زائد الفولس بوزيتيف. طيب يجي برضه عندي حاجه اسمها البريسيشن. البريسيشن اللي هي مدى الدقه. give me a second please. give me a second. طيب اوكي يا جماعه نرجع للاكيرسي كلاسيفيكيشن موديل. يجي بعد كده عندنا البوزيشن اللي هي تبقى ترو بوزيتيف اوفر ترو بوزيتيف بلس الفولس بوزيتيف، اللي هي النهارده مدى دقه البريدكتور البريدكشن ريت بتاع الكلاسيفيكيشن موديل، واخر حاجه الريكول اللي هو ترو بوزيتيف على ترو بوزيتيف بلس الفولس نيجاتيف. الريكول هو يا جماعه الترو بوزيتيف ريت، الريكول هو الترو بوزيتيف ريت، حتى نفس الايكويشن. طيب ايه هي الميثودولوجيز فور ذا كلاسيفيكيشن او استيميشن ميثودولوجي فور كلاسيفيكيشن؟ النهارده ازاي النهارده احنا بنعمل حاجه اسمها تريننج سيت. لو تفتكروا احنا قلنا الكلاسيفيكيشن از بيست اون هيستوريكال داتا اوكي، وبعدين من الهيستوريكال داتا دي بطلع كلاسيفيكيشن موديل، وبعد كده بطلع بعمل تيستنج للموديل دوت على حاجه اسمها تست. طيب السؤال بقى النهارده الداتا اللي عندي ممكن اعملها هي اعمل حاجه اسمها سمبل سبليت، يعني الداتا اللي عندي اروح واحده منها تو ثيرد اوف ذيس داتا استخدمها للتريننج سيت اللي من خلالها بطلع الموديل،
one third of the original data بستخدمها for testing the model. Interesting. يبقى هنا 70% للtraining data و 30% للtesting data. فtraining بتساعدني في model development بينما testing data بتساعدني for assessing the model. والنهارده وقت اساس الموديل اطلع اقدر اطلع استخدم الايكويشن اللي احنا شفناها من شويه واستخدم البريدكشن اكيوريسي. فور ارتفيشال نيورال نتوركس لو انا استخدمت بقى النهارده ارتفيشال نيورال نتوركس ذا داتا سبيت انتو 3 سب سيتس عملنا تريننج وبعد كده حاجه اسمها فاليديشن بعد كده حاجه اسمها تيستنج. فالنهارده بنزود حاجه اسمها ايه يا جماعه في النص فاليديشن ستيب. طيب برضو من ضمن الطرق اللي انا النهارده اطلع بيها الكلاسيفيكيشن موديل اللي انا بعمل حاجه اسمها ايه كي فولد كروس فاليديشن او بنسميه روتيشن استيميشن. في الحاله دي النهارده باخد الداتا بتاعتي واقسمها الى مثلا كي سبسيتس. كي دوت رقم انا بحدده بس هو ايه استمي لي الداتا الى 10 بارتيشنز اي رقم. بعدين اروح واخد ايتش سبسيت كل سبسيت استخدمه مثلا كي 1 استخدمها كتستنج للتستنج وبقيه السبسيت استخدمها في التريننج. بعدين اروح عامله نفس اروتيت تاني واروح واخده تاني سبسيت استخدمها فور تستنج وبقيه السبسيت استخدمها فور تريننج وهكذا. بعدين ثلاث سبسيت استخدمها فور تستنج وبقيه السبسيت فور تريننج. فدي النهارده بس عشان كده بنسميه هنا روتيشن استيميشن. الميزه هنا يا جماعه اللي انا النهارده بشيل اي نوع من البايسنس في الداتا فبتست الموديل على ديفرنت سبسيتس وكمان الموديل بطلعه من ديفرنت ايه تريننج سيتس. طبعا الاكسبرمنتيشن از ريبيتد كيس تايمز على عدد السبسيتس اللي انا عملتها. وبعدين طب الريزلت بقى بتاع الكلاسيفيكيشن موديل او الاكيوريسي بتاعته بتبقى اجريجيتد من كل السبسيتس اللي عندي. اوكي في برضه استيميشن ميثودولوجيز اخرى زي اللي كنا شفناها قبل كده اللي هي ليف وان اوت. اوكي اللي انا اروح اقسم برضه ديتا الى سبسيت واسيب واحده ما استخدمهاش. بوت سترابينج جاك نايفنج وفي اللي هي الروك كيرف كل ده شفناه في الـ في الـ في الـ في الداتا مايننج. يو كان ريد اباوت ات اجين فروم يور بوك. بالنسبه للروك كيرف الروك كيرف كان هي نوع من الميثودولوجيز اللي بستخدمها برضه في استيميتنج ماي اكيرسي. الروك كيرف ده بيتكون من ايه يا جماعه؟ بيتكون النهارده من تو وان اكسس اللي هي الواي اكسس بتديني الترو بوزيتيف ريت اللي بنسميها السنسيتيفيتي. الترو بوزيتيف ريت يعني كام واحده عملها كان كيس اصبح كانت has been predicted as positive وهي actually positive divided by كل الكيسز اللي هي في الحقيقه positive والfalse positive rate اللي هي عكسها اللي هي تعتبر 1 minus specificity. طيب النهارده بيديني لو الموديل بتاعي الروك كيرف بيقول لي ايه؟ الموديل كل ما انا النهارده قربت كل ما انا نزلت تحت خلينا نقول كيرف سي مثلا this is كيرف سي اهو. اوكي لو انا النهارده الموديل بتاعي تحت هذا الكيرف او بيديني انا عندي كذا اوبشن يا اما واحد زي سي يا اما بي يا اما ايه. لو الموديل النهارده اداني حاجه زي كيرف سي معنى كده ايه؟ معنى ان كل مره كيس تبقى صح مره كيس تبقى ثانيه غلط. واخدين بالكم؟ مره واحده تبقى ترو بوزيتيف واحده مره ثانيه تبقى فولس بوزيتيف. يبقى النهارده اتس ا فيري باد موديل اتس ا فيري بور موديل. لو الموديل بتاعي اداني كيرف زي البي يبقى معنى كده انا ايه رايحه اكتر في ناحيه الايه السور بوزيتيف ريت. لو اداني حاجه زي الاي يبقى النهارده بصوا لغايه مثلا هنا 0.5 اداني تقريبا 0.1% بس من الفولس بوزيتيف. فبالتالي كل ما اقرب اكتر ناحيه الترو بوزيتيف الكيرف اللي هيترسم لي من الموديل بتاعي كل ما كان الاكيرسي بتاعه الموديل از جود. اوكي يعني من الاخر كده كل ما الاريا اللي تحت الكيرف يا جماعه كبرت شايفين كل ما الاريا تحت الكيرف كبرت كل ما كان الموديل احسن.
ليه؟ لان كده ببعد اكتر عن الفورس باسيف ريت. طيب الكلاسيفيكيشن تكنيكس او كلاسيفيكيشن ميثودز اللي عندي ممكن تكون ديسيجن تري اناليسيس، statistical analysis, neural networks, support vector machines, case based reasoning, basic classified genetic algorithms, ورف سيت. طبعا احنا مش هنتكلم على كل الحاجات دي، ولكن you need to know the types of classification techniques. من ضمن ال classification techniques الاولى اللي هي decision tree analysis، اللي هي النهارده بتخلي ال data بتاعتنا تبقى او الموديل بتاعنا بيبقى في شكل decision tree، زي في الحاله دي مثلا. لو كبرنا شوية بيجيني زي اكني بعمل حاجة زي الديزيجن، يعني النهارده بيبتدي مثلا وات ايفر الاكزامبل ايه، بس النهارده بيجيني الرينج اوف فاليوز بتتحول في شكل تري. فالديسيجن تري النهارده employs the divide and conquer method. It recursively divides the training set until each division consists of examples from one class. خدوا بالكم يا جماعه ان النهارده الديسيجن تري دي بتديني كل path في الديسيجن تري بيديني ايه class. يعني ايه؟ يعني النهارده الاكزامبل ده مثلا بيتكلم على ال والله يعني بيتكلم على الافشنسي بتاعت ال اللي اسمها ايه البراوزرز المختلفه بتاعت جوجل ومايكروسوفت وفايرفوكس والكلام ده كله. فالنهارده لو انا مسكت الباث اللي هو مثلا اول واحد ما وصلش لحاجه، number of visits اقل من ثلاثه يبقى النهارده this is one class one convert. number of visits من ثلاثه لسبعه يبقى هو كده هيديني ممكن تكون يا اما google.com يا اما معشيه يا اما ايه. فلو وقفنا عند جوجل كوم يبقى دي النهارده النهايه بتاعت الباث ده. لو النهارده رحنا على ثاني واحد فهيبقى this is the end. لو رحنا على اخر ثالث واحد اللي هو اي بار دوت او نان ممكن يديني registered او نان registered. اذا كل باث من دول بيديني النهارده class label مختلف. طيب ازاي بنبتدي بقى ازاي بنبني ديسيجن تري؟ انا بعمل في اول حاجه خالص حاجه اسمها روت نود اللي هي النود في الاول خالص، وبحط كل التريننج داتا في هذه النود. الداتا اللي انا المفروض اقسمها الى ديسيجن تري بحطها كلها فين؟ في هذه الروت نود. بعد كده بختار على اساس ايه هعمل سبليتنج. طيب الكلام ده احنا شرحناه قبل كده بس هشرحه تاني للناس اللي جايه من لسه ما خدتش داتا مايننج. انا النهارده ممكن اكزامبل مثلا انا عايزه اقسم الناس خلينا ناخد نفس الفكره بتاعت خلينا نقول ايه، لو عايزه مثلا اشوف الكاستمر ده هيبقى لويل اور نوت لويل. اوكي يبقى كلاس ليفل لويل اور نوت لويل. طيب ده الكلام ده عشان اعمله لازم بيعتمد على ان انا اشوف البيهيفير بتاع هذا الكاستمر. مثلا الكاستمر دوت الايج بتاعه كام، الانكم بتاعه قد ايه، بيكلم الشركه اللي هو نمبر اوف كولز قد ايه مثلا، وهكذا نمبر اوف تشيلدرن وات ايفر. فالنهارده عشان اقسم الداتا بتاعتي كلها اللي هبتدي اقسمها في شكل تري هبتدي بانهي اتريبيوت، الليفل اوف انكم ولا الايج ولا نمبر اوف تشيلدرن ولا نمبر اوف كولز. اللي هو النهارده لو عندي مثلا 50 ريكورد هلاقي النهارده لو انا عايزه اتفق على لو هختار الاتم بتاع النمبر اوف كولز فالنمبر اوف كولز هحولها في رينجز. عندي ناس بتتكلم في رينج بتاع في اليوم مثلا 3 كولز يبقى من 1 ل 3، ناس ثانيه من 3 ل 6، من 6 ل 9، من 9 ل 12. يبقى هاخد الداتا بتاعتي دي واقسمها النهارده على هذا الرينج. يبقى ده هيعتبر دي اول لاير من التري اللي هي النمبر اوف كولز. يبقى استخدمت الاتم بتاع النمبر اوف كولز وحطيت all possible values for this A for this attribute. بعد كده اروح مقسمها على مثلا على ال level of income هحوله برضه في شكل ranges واقسم كام واحد موجود في كل واحده وهكذا. السؤال بقى يجي النهارده ابتدي بانهي attribute؟ ابتدي بال attribute اللي هيعمل لي اكتر splitting ممكن، اللي هيقسم لي الداتا باحسن طريقه ممكنه. بمعنى
ما يجيش النهارده اختار اتريبيوت والاقي ان معظم ان الداتا مثلا اتقسمت فيه الى جزئين، جزء كده جزء لا، اختار احسن اتريبيوت يعمل لي الاسم الصح بحيث ان النهارده يديني ايه قيمه، قصدي يقلل بعد كده السبليتس اللي هعملها. يبقى select the best splitting attribute. Add a branch to the root node of each for each value of the split. وبعد كده ابتدي اعمل كم splitting. splitting المقصود ان انا ازود attribute واحط الفاليوز المختلفه بتاعت كل بتاعت هذا الاتريبيوت واسبيت على اساسها. وافضل ريبيت لغايه ما الديسيشن تري بتاعتي ايه تخلص، يعني لغايه ما استخدم كل الاتريبيوتس اللي انا عاوزاها. طبعا الالجوريزم بتاع الديسيشن تري هيختلف من شخص الى اخر او من مجموعه لاخرى في السبيسنج كريتيريا، يعني هختار انهي اتريبيوت اوكي وايه الفاليوز بتاعت الاتريبيوتس اللي هستخدمها، هستخدم رينجز ولا هستخدم مثلا يس او نو ولا وات ايفر. ستوبنج كريتيريا يعني امتى هقول لا كفايه كده على الديسيجن تري، ممكن نقف عند هذه المرحله. البرونينج اللي هو النهارده هل النهارده بعد ما ابني التري هل ممكن الاقي فيه برانشز ملهاش لازمه فاضطر اشيلها؟ اوكي. البوبولار الجوريزم في الديسيجن تري اللي هي دي كلها اللي تحت. اوكي. طيب فالنهارده هتكلم على ال ايه احسن طريقه اعمل بيها سبليتنج. من الطرق اللي انا بعمل فيها او بستخدمها عشان اقرر احسن اتريبيوت اعمل من خلاله سبليتنج، عندي ثلاث طرق، يا اما الجيني اندكس، يا اما الانفورميشن جين، يا اما الكاي سكوير ستاتستكس. طيب في الجيني اندكس يا جماعه هو برضه اتشرح بالتفصيل لان هو ماثيماتيكال ايكويشن اكشلي، شرح بالتفصيل في الداتا مايننج. هنا مجرد المطلوب منكم تعرفوا الديفينيشن مش اكتر. فالجيني اندكس determines the purity of a specific loss as a result of a decision to branch along a particular attribute of value. يعني النهارده البيورتي بتاعت التري او البيورتي بتاعت النهارده النتيجه بتاعت الكلاس ليبل بيتم النهارده we decide that it is pure or not based on the attribute that we have selected for splitting. ازاي؟ يعني it's not our story here. تمام؟ الانفورميشن جين، الانفورميشن جين it uses حاجه اسمها entropy measure okay to measure the uncertainty or randomness of a particular attribute over split. يعني النهارده الانفورميشن جين عكس الجيني اندكس. الجيني اندكس بي measure the purity of the splitting. بينما الانفورميشن جين بي measure ال uncertainty of the splitting. فاذا كل ما زادت الانفورميشن it measures the extent of uncertainty or randomness of a particular attribute. فالنهارده لو لقيت ال uncertainty عاليه معنى كده attribute this is a bad attribute for splitting. لو لقيت الجيني اندكس عالي معنى كده this is a good attribute. الاثنين عكس بعض. او لو انا استخدم النهارده ال chi square statistics. طيب يبقى المطالبين من الديسيشن تري تعرفوا ايه؟ تعرفوا الديفينيشن بتاع الديسيشن تري، شكل الديسيشن تري بيبقى عامل ازاي؟ اوكي؟ النهارده ال ايه تاني؟ الديسيشن تري الاكيورسي بتاعتها او الكواليتي بتاع الديسيشن تري بتختلف على حسب الكريتيريا دي، السبيتنج كريتيريا، يعني ايه الاتريبيوت اللي انا بختارها على اساسه عامل سبيتنج؟ وامتى بستوب الديسيجن تري وامتى وازاي بعمل لها pruning. pruning يعني eliminate to eliminate some branches from the tree those that are non relevant that are not relevant. طيب cluster analysis for data mining. الكلاسترنج النهارده قلنا it describes the data by partitioning it into different groups. البوينتس اللي شبه بعضها تحط into one cluster، البعيده عن بعضها تحط into different clusters. يبقى النهارده بيحصل لنا natural groupings of things، برضه تعتبر جزء من الماشين ليرنينج فاميلي. هنا القصه unsupervised، شرحنا ليه unsupervised قبل كده. الكلاستر الليرنينج بتاع كلاستر بيحصل from past data اوكي، وبعد كده اي instance جديده بتبقى ايه بتتحط على new model. There is not an مفيش output variable اوكي، يعني مفيش حاجه اسمها كلاستر يبقى في الاخر مثلا هيبقى fake or not yes or no، لا
مفيش، هي القصه كلها بحطها في جروب وخلاص او بحطهاش. كمان الكلاسترنج بسميها ايه، سيجمنتيشن. النتيجه بتاعت الكلاسترز او كلاسترنج ممكن استخدمه النهارده عشان اقسم، اعمل ماركت سيجمنتيشن، اقسم الكاستمرز المختلفين في الماركت عندي على حسب البروفايل بتاعهم. ممكن تساعدني النهارده to identify rules for assigning new cases to clusters for targeting diagnostic purposes. يعني مثلا زي ما كنا بنقول النهارده او الكيس بتاعت المرض، مش بس استخدم لها في classification، ممكن النهارده اجروب الناس based on their certain based on their symptoms. فلو هو عنده symptom 1 مع symptom 2 مع symptom 3 بيتحط في جروب دي، لو عنده symptom 1 فقط مع symptom 3 فقط يبقى يتحط في جروب هكذا. تمام؟ وبعدين فدي تساعدني بعد كده for for further diagnosis. أول النهارده إن أنا تعمل لي توصف لي وتعمل لي definition of populations. طبعًا إحنا من ضمن أهم الحاجات اللي بنعملها دلوقتي اللي هي statistics of populations في كل بلد، بتخص بقى الـ age والـ education level والـ number of children والـ level of income والحاجات دي كلها. ففي الحالة دي بستخدم cluster بيبقى ممتاز. Decrease the size of and complexity of problems for other data mining methods. ساعات النهارده بيبقى الكلاستر تعتبر خطوه من الخطوات اللي بعد كده بشتغل عليها او تسمح لي ان اعمل data mining كويس. بمعنى ايه؟ لو انا النهارده الداتا بتاعتي فيها outliers كتيره ومش مظبوطه، فانا النهارده اعمل clustering عشان اخلي اصفي الداتا من كل الاوتلايرز، وبعد كده اروح واخده الكلاسترز اللي هي من غير outliers طبعا، واروح اشتغل عليها ايه using any further data mining task. يبقى انها تعتبر زي a pre-processing step. اول النهارده انا استخدم الكلاسترنج عشان identify outliers واشتغل على هذه الاوتلايرز اللي بنسميها rare event detection. كنا شرحنا القصه دي زي مثلا بيحصل النهارده هاكينج للكمبيوتر نتورك. فعادة لو الكمبيوتر نتورك بتلاقي فيه كده البروسيسنج سبيد والبروسيسنج واليوز اوف ريسورس بتاعت الكمبيوتر ثابته بالنسبه لكل ماشين بتاعت النتورك في ريت معين. يجي تو كمبيوترز فجاه تلاقيهم ايه بيستخدموا الريسورس او الانبوت اوتبوت ريسورس جامده جدا، في البروسيسنج ريت عاليه جدا مره واحده. اذا معنى كده ان في ايه بيحصل هاكينج، حصل هاكينج على النتورك والهاكينج دخل على التو كمبيوترز دول مثلا، فبالتالي دول يعتبروا بالنسبه لبقيه الجروبس او بالنسبه لبقيه الكمبيوترز اوتلاير. اروح واخد الاوتلاير دوت واشتغل عليه. اوكي. النهارده الكلاستر اناليسيس فور داتا مايننج بستخدم ال تو امبلمنت كلاستر اناليسيس في statistical methods باخدها بستخدمها معايا، زي ان انا النهارده اعمل hierarchical او non hierarchical clustering، او ان انا استخدم k means و k modes والكلام ده برضه. again مش مطالبين بان احنا نشرح التفاصيل دي الا لما يعني الحاجات بسيطه منها هدخل فيها دلوقتي. برضو من في الكلاسترنج ممكن استخدم النيورال نتوركس او بنسميها سيلف اورجنايزنج ماك، او استخدم الفازي لوجيك والجينيتك الجوريزم. اذا النهارده طريقه ان انا اعمل الجروبنج بتاعه النقط او الكلاسترز ممكن اعملها بطريقه في استخدام الستاتستيكال ميثودز، او باستخدام حاجات ليها علاقه بالنيورال نتوركس او الماشين ليرنينج، او باستخدام حاجات اسمها ايه فازي لوجيك او جينيتك الجوريزم. طيب النهارده يجي السؤال، لما اجي اعمل كلاستر اناليسيس Can you define how many clusters you need? لا طبعا ما ينفعش النهارده اقدر، يعني it's not there is no optimal way to calculate how many clusters would be optimal. اوكي؟ ولكن النهارده بستخدم ساعات الهيورستيكس، يعني هو ايه بالتجربه كده. عادة يعني ممكن تقسمه لكام كلاستر. اوكي؟ Most cluster analysis methods involve the use of a distance measure to calculate the closeness between pairs of items. يعني in order to know whether two items belong to the same cluster or not. بنستخدم اي حاجه بنسميها distance measure. ال distance measure دي ممكن تكون زي Euclidean distance، او ممكن تكون زي Manhattan او rectilinear distance. طيب ال Euclidean distance اللي هي بتستخدم حاجه اسمها K-means. ال Euclidean distance بتستخدم ال K-means، وده اللي هنشرحه حالا. لو انا استخدمت النهارده ال K-means اللي هو ال Euclidean K-means clustering algorithm، ده بيمشي على الخطوات الاتيه. اول حاجه اللي هي بتبقى ال
الكي دي بتقول لي ايه هي عدد الكلاسترز اللي انت عايزه الداتا تتقسم اليها. طيب هل معنى كده لما احط مثلا اي رقم هل ده معناه الرقم الصحيح؟ لا، انا ممكن اجرب مره واثنين و10 لغايه ما اطلع احسن رقم، او ان انا استخدم اوتوماتيك تول اخرى تطلع تيستيميت فروم ذا داتا تقريبا ذا نمبر اوف كلاسترز اللي هتتكون من من نوع الداتا دوت، واروح جايبه الكي مينز الجوريزم واديها الايه الانبوت بتاع الكي. اذا الكي مينز كلاسترنج الجوريزم ات نيدز اولويز ان انبوت، وات از ذا انبوت تو ديفاين ذا ابروكسيميت نمبر اوف كلاسترز اللي انا محتاجه الداتا دي تتقسم اليها. يا بري ديتيرمين نمبر اوف كلاسترز. الالجوريزم النهارده ستيب 0 طبعا تو ديتيرمين فاليو اوف كي، ستيب 1 بقى هيبتدي راندوملي جنريت كي راندوم بوينتس از انيشال كلاستر سنترز. يعني النهارده هيروح واخد من الداتا كده اي نقط راندوم، طب عددها قد ايه؟ عددها كي، معنى قلت انا عايزه كي فعددها كي، ويقول النهارده كل نقطه هتمثل لي ايه كلاستر وخلاص بس كده. طب هل ده كلاسترنج مظبوط؟ لا طبعا، هو هيبتدي بقى يشتغل عليها. بعدين النهارده يجي كل نقطة ويجيب بقى من يعني كان النهاردة عندي باول مليانة نقط، مليانة بوينتس داتا، فأنا خدت منهم راندملي كذا نقطة وقلت دي هي الإيه الكلاسترز بتاعتي، وابتدي آخد من باول دي نقطة نقطة وأشوفها هي أقرب تو ويتش كلاستر تو ويتش بوينت اللي أنا حددتها. خلي بالك النقطة اللي أنا بحطها كلاستر في حاجة اسمها the center of the cluster. فالنهاردة الكلاستر ده كأنه بشكل دايرة، نتخيله بشكل إيه؟ يعني هنا مش باين قوي كده بس اتخيله بشكل دايره. فالنهارده السنتر بتاع الدايره دي هيعتبر هستخدمه راندوم نقطه مثلا 1، انا عندي مثلا هو انا طالبه منه 4 كلاسترز كي ايكوال تو 4، يبقى هياخد 4 نقط راندوم، وكل نقطه هيقول ان هي دي النقطه السنتر بتاع كلاستر 1، النقطه الثانيه السنتر بتاع كلاستر 2 اتسترا. بعد كده يبتدي ياخد بقيه النقط ونشوف مدى قربها from the different 4 centers. لو هي قريبه من سنتر 1 هتدخل في ايه؟ في كلاستر 1. لو هي قريبه من سنتر 2 هتدخل في كلاستر 2 اتسترا. تمام؟ بعد كده هيبتدي يعمل ريكمبيوتيشن للكلاستر سنترز من اول وجديد، ويبتدي يعمل اساينمنت. Just a second please. بعد كده هيعمل ري كومبيوتيشن فور ذا نيو للكلاسترز تاني، ويحسب لها سنتر من اول وجديد وهكذا، ويفضل يعمل القصه دي يا جماعه لغايه ما يلاقي النهارده يكون كلاسترز، كل كلاستر فيه نقط شبه بعضها. فده كده اكنه ده ستاب 1، ستاب 1 اللي هو ادي الداتا كلها مجموعه كلها، بروح واخده مثلا انا طالبه منه هنا 1 2 3 5 5 كلاسترز، يعني كي از ايكوال تو 5، فاخد 5 راندوم بوينتس اللي هم دول وقال دول هيبقوا السنتر بتوع 5 كلاسترز. هاجي بعد كده اروح واخده من الداتا بتاعتي اروح اشوف مين اقرب لكل بوينت وهبتدي اقسمها، وبعدين ارجع تاني اروح لستاب 3 اللي هو باخد كل نقط واقسمها، وارجع تاني لستاب 2 واحسب النيو كلاسترز. اقعد كده من ستيب 2 وستيب 3 اقعد اشتغل لغايه ما في الاخر اكون الفايف كلاسترز اللي انا طالباهم. طيب الاسوسيشن رول من ضمن التاسك اللي قلنا عليها برضه اللي هي الاسوسيشن. الاسوسيشن قلنا النهارده اللي انا بعمل ربط او علاقه ما بين الايتم والتاني او بين داتا بوينت وداتا بوينت. فدي برضه اتس انذر بوبيلر داتا مايننج ميثود بنستخدم دايما في البيزنس ابلكيشنز. It finds relationships between the different variables. Variables دي ممكن تكون items or events. برضه هي جزء من الـ machine learning family. الـ association is unsupervised. ليه unsupervised؟ لأن من الأول خالص ما أعرفش إيه الـ item، مثلا هشتري أنهي item مع أنهي item. It's unsupervised. ما فيش برضه output variable على عكس الـ classification.
برضه بنسميها ماركت باسكت اناليسيس، لان دايما بنستخدمها في جزئيه ايه؟ في جزئيه البيزنس والحاجات اللي احنا قلنا ايه الكاستمر بيشتري انهي ايتم مع انهي ايتم. وبتستخدم to describe determining to ordinary people such as the famous relationship between diapers and beers. طيب الانبوت بتاعها مجرد الترانزاكشنز اللي بتحصل في اي هايبر ماركت بس كده، بنسميها point of sale transaction data. الاوتبوت بتاعها بتقولي ايه اكتر ايتمز ذات ار فريكونت، يعني ايتمز ايه اكتر ايتمز تم شرائها من الايه من الكاستمرز، the most frequently bought items from the different customers. مش بس كده الايتم الفريكونت، كمان انهي ايتمز مع انهي ايتمز have been bought together as frequent as possible. طيب example مثلا according to the transaction data لقينا ان في لقينا المود دي customer who bought a laptop computer and a virus protection software also bought extended service plan of 70% of the time. يعني النهارده في 70% من الترانزكشنز كلها لقوا الناس دايما اللي بتشتري لابتوب مع لابتوب مع انتي فايروس سوفت وير كمان بيشتروا خدمه معينه من الستور يعني مع الحاجات دي كلها. طيب في الحاله دي هستخدم المعلومه اللي طلعت لي دي ازاي؟ هستخدم النهارده ممكن اقول ان احط الايتم next to each other، يعني لما اجي احط الكافيس احط جنبها انتي فايروس سوفت وير، promote the items as a package. ممكن اعمل promotion اقول ايه اشتري الكمبيوتر مع الانتي فايروس سوفت وير يجي لك ما اعرفش تاخد باكج معينه او وتاخد فوقيهم السيرفيس دي فور فري وات ايفر و بس كده تمام. او ايه النهارده place items far apart from each other، فالنهارده ممكن ساعات في ايتمز ملهاش علاقه ببعض ملهاش علاقه بهذه الباكج ابعدها عنهم عشان ما اعملش ديفيشن لليوزر. طيب في الاسوسيشن رول مايننج برضه الريبريزنتيف ابلكيشن اوف اسوسيشن رول مايننج انكلود، يعني احنا قلنا بنستخدم اسوسيشن دايما في البيزنس، كمان ممكن نستخدمها في الميديسن. في البيزنس قلنا في الكوست ماركتنج في الكوست سيلينج اللي انا اعمل ديزاين بتاع لاي اوت بسم الله الرحمن الرحيم للهايبر ماركت، اعمل كتالوج ديزاين الكتالوج مثلا اللي هو بيبقى ساعات اي كتالوج او حتى برنتد كتالوج اللي انا بوزعه للكاستمرز، لما احط الايتمز احط ايتمز اللي عليها علاقه ببعض قريبه من بعض، لما اديزاين الويب سايت بتاعتي بتاعت الاي كوميرس اللي من خلالها اليوزرز بيختاروا البرودكتس بتاعتهم مختلفه، اعمل اونلاين ادفرتايزنج بطريقه صح، برودكت برايسنج ممكن اعمل سيل على حاجه وارفع سعر حاجه فيعملوا بالانس كده كده الناس تشتريهم مع بعض، سيلز بروموشن اتسترا. في مجال الميديسن ممكن اشوف الريليشنشيبس بتوين سيمبتومز اند ايلنس شرحناها برضو، يعني زي ما شفناها في الكلاسيفيكيشن ممكن كمان اعملها في الاسوسيشن، اللي انا اعمل دايجنوزز اند بيشنت كاركترستكس اند تريتمنت، يعني النهارده اربط ما بين الكاركترستكس بتاعت المريض وطريقة العلاج اللي هو ممكن يقدر ياخدها. يعني مثلا في مرضى معينة ما بيتقبلوش، ممكن يكون في كذا نوع من الدواء او كذا شكل للدواء ممكن يعالج المرض بتاعه، في نوع من المرضى ما يتقبلوش اشكال معينة مثلا الجينز اند ذير فانكشنز تو بي يوز ان جينومكس بروجيكتس، يعني اعمل علاقة ما بين الجينز والفانكشنز بتاعتهم. الاسوسيشن رول مايننج برضو الاوتبوت اللي بيطلع لي دايما ار اول اسوسيشن رول انترستنج اند يوسفول، يعني النهارده هل لما بلاقي علاقه بين ايتم والتاني هل ده دايما معناه ان الرول الفايت او الاسوسيشن فايت بين ذا تو ايتمز از اولويز انترستنج اند يوسفول؟ لا مش شرط. فانت عارف انترستنج اند يوسفول لازم نحط ميجر، فلو انا قلت ان اكس ليدز تو واي يعني اكس وواي في علاقه بينهم لازم اقول حاجه اسمها السبورت، يعني طب هل الرول دي انترستنج اور سترونج بقد ايه؟ بحاجه اسمها سبورت ليفل كونفدنس ليفل. خلينا ناخد الرول شكل الرول الاول خطوه خطوه. الاكس والواي معناهم برودكتس اور سيرفيسز ذات ار اسوشيتد توجذر ذات ار بول توجذر. الاكس هي اللفت هاند سايد هي النهارده معناها اللي انا ببتدي اشتريها الاول. الواي معناها اللي انا بشتري بعد كده الاكس يس واي فالواي بحطها في الرايت هاند سايد.
الناس اللي بتشتري اكس بتروح شاريه واي. ده مش معناه ان الناس اللي بتشتري واي بتشتري اكس، لا مش شرط، بس اللي بيشتري اكس دايما بيروح يشتري واي. طيب الرول دي لازم عشان اقول النهارده انترستنج اور نوت، في تو ماجرز بتحطها جنب الرول دي، حاجه اسمها سبورت ليفل وحاجه اسمها كونفيدنس ليفل. السبورت معناه هاو اوفن اكس اند واي جو توجذر، يعني يعني من كل الداتا من كل الترانزكشنز اللي عندي، عندي مثلا 10 ترانزكشن، من ال 10 ترانزكشنز دي كم مره الكاستمرز اشتروا اكس وواي مع بعض؟ يبقى ده سبورت كونفيدنس. فلو النهارده اشتروها مرتين يبقى مرتين 2 تايمز اوفر 10 يبقى 2 اوفر 10 هو النهارده الايه ال اسمه ايه ده السبورت ليفل بتاعه او السبورت كونفيدنس سوري سبورت ليفل. الكونفيدنس ليفل معناه هاو اوفن واي جو توجذر وذ ذا اكس، يعني النهارده كم مره بلاقي ان يعني من كل الترانزاكشن، في ناس بتشتري اكس واي لوحدها، في ناس بتشتري واي لوحدها، اوكي؟ فبالتالي هروح قايله ايه؟ يبقى معنى كده هقول من الناس اللي اشترت اكس واي مع بعضها، يبقى هجيب الترانزاكشن فقط اللي الناس اشترت فيها مثلا اونلي واي، اونلي واي، واخد الترانزاكشن دي واقسمها على الترانزاكشن اللي الناس اشترت فيها اكس واي مع بعض، اوكي؟ يبقى ده اسميه ايه؟ confidence level. اوكي اكزامبل لو هذا اللابتوب كمبيوتر، الناس بتشتغل اشترت لابتوب كمبيوتر وانتي فايروس سوفت وير مع بعض، دي اللي تمثلي الاكس، راحوا اشتروا بعد ايه اكستند سيرفيس بلان، اخدوا خدمه لما يحسبوا الخدمه لقوا 30% سبورت ليفل سوري الكونفدنس سبورت 30% والكونفدنس 70%. اوكي طيب هل في الجوريزمز النهارده الاسوسيشن رول مايننج؟ طبعا في الجوريزمز زي الابرايوري شفتوه امتحنتوا فيه، الاكلا والاستي جراف والنهارده ديريفيتيفز اند هايبريدز اوف ذا ثري، يعني النهارده ممكن اروح اخد الابرايوري مع اكلا او ابرايوري مع استي جراف، يعني اخد تجميع ما بينهم كده. The algorithms help identify the frequent item sets which are then converted to social rules. يعني النهارده كل الاجهزه دي اول حاجه بتدور عليها ايه هي الفريكونت ايتم سيت، ايه الايتم سيت اللي كانت فريكونت وظهرت بكثره. فريكونسي النهارده بتكون في ميجر معين او 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 سبورت معين انا بحطه، لازم تكون ظهرت بكميه معينه انا بحددها. وانس انها ظهرت بكميه معينه او بفريكونسي معينه ابتدي النهارده احولها الى رولز، يعني ده بيظهر مع ده، دي بتؤدي الى دي وهكذا. طيب الابرايوري الجوريزم انا يعني مش حاسه فيه تاني كده كده انت خلاص المفروض حفظتوه. دو نيد اكسترا اكسبلانيشن بالنسبه للناس اللي هم لسه بياخدوا معايا داتا مايننج، كده كده هيتشرح بالتفصيل في السيشن الجايه. فبالنسبه للناس بتوع داتا مايننج السنه اللي فاتت او الترم اللي فات محتاجين نشرح الابرايوري تاني؟ محتاج نو متهيألي بالظبط كده خلاص يعني حفظتوه. بس النهارده اللي هتطالبوا النهارده مش هتحل مش ده داتا مايننج، هتسالوا مثلا على ان انتوا تحلوا مساله الاكواري، بس النهارده تفهموا الكاركترستكس بتاعت الالجوريزم اساسي مهم ان انتوا تفهموا الكاركترستكس بتاعت الالجوريزم. طيب الداتا مايننج سوفت وير النهارده داتا مايننج سوفت وير ممكن يكون الكوميرشال سوفت وير بقى اللي احنا ممكن نشتريها عشان تعملي ذا ديفرنت داتا مايننج تاسكس. منها من الحاجات المشهوره قوي اللي هي تبع اي بي ام، ساس، اي بي ام اس بي اس موديل، ساس بنسميه انترفايس ماينر، اي بي ام برضه عندنا انتليجنت ماينر، والستاتا سوفت اللي بالستاتستيكا داتا ماينر، يعني داتا ماينر معتمد بالستاتستكس. كمان في النهارده دي كوميرشال بنشتريها بفلوس، اما في حاجات اوريدي افيلبل على الانترنت الار والرابيد ماينر والويكا. الرابيد ماينر اوريدي اشتغلت فيه ايه في المشروع بتاع داتا مايننج. الجراف ده النهارده بيوري يعني كميه الناس اللي بتستخدم الديفرنت كوميرشال اور اوبن سورس سوفت وير، برضه جاي من الويب سايت اسمها كي دي ماجيك. طيب
في النهارده برضو سوفت وير تولز بتشتغل على البيج داتا، اللي هي الداتا اللي هي بسايز هيوج. البلاتفورم دي زي مثلا زي الاباتشي هادوب، زي الامازون ويب سيرفيسز، زي نو اس كيو ال داتابيز، اذر بيج داتا سوفت وير، كل دي بتقدر تتعمل وبتعمل بروسيسنج صح للداتابيز. عندنا برضو other types other languages that can deal with languages the platform. وهنا بنقضي languages زي R زي SQL زي Java زي C و C++. All these languages can deal and can create programs for using with the big data. Okay, this is a nice case بيقولوا عليها ازاي داتا مايننج ممكن نستخدمه كمان في مجال السينما والهوليوود. Just read about it. It's nice. It's a nice one يعني. انتوا كلكم خلاص معاكم الكتاب يا جماعه؟ كلكم معاكم الكتاب دلوقتي؟ كلكم معاكم الكتاب؟ لسه؟ يبقى الناس ندى يوسف. اوكي ندوى، بليز كان يو بليز سند مي ذا بي دي اف فيرجن، انا هحطها وانا هحطها لك على البلاك بورد عشان تبقى الناس بتوع المدينه وكل الناس بتوع الحسنه عندك. سند مي ذا بي دي اف فيرجن يا ندوى بليز، واول ابلود اون ذا بلاك بورد. تمام كده؟ طيب في ايه تاني؟ كل دي كيسز بتاعت الهوليوود، ف read about it please. الـ data mining myth اللي هي ليها علاقة النهاردة بالـ some issues and problems that we can find data mining. أو مش شرط كلها problems، يعني issues mainly. اوكي. النهاردة وبرضه في myth تبقى برضه حاجات اللي هي معتقدات احنا عندنا بالنسبة للـ data mining. في ناس بتعتقد الـ data mining will provide solution لكل حاجه، خلاص ده يعني بيقدر دي. طبعا الكلام مش مظبوط، بس يعني في ناس بتعتقد ان انا لو استخدمت داتا مايننج هيحل لي الازمات كلها يعني، ويعمل بريدكشن لكل حاجه. في ناس بتعتقد ان هو ما نقدرش نستخدمه for business application، هو اكتر للساينتفك which is not true. لا ده هو مفيد جدا للبزنس اريا. في ناس بتعتقد ان هو it requires a separate and dedicated database. صح مظبوط، ممكن I can have a dedicated database or I can use the same database اللي انا بشتغل عليها. Can only be done by those with advanced degrees. لا once انت دخلت data mining مش شرط يكون النهارده يكون معاك advanced degree عشان تبقى data miner. It's only for large firms that have lots of customer data, not necessarily طبعا. ممكن يستخدمه for smaller firms with another name for the good old statistics. لا يعني النهارده الداتا مايننج هو اعلى مرحله اكبر بكتير من الستاتستكس. المشاكل دايما اللي بتحصل او البروبلمز اللي دايما ممكن تواجه الناس لما تيجي تعمل داتا مايننج تو سيلكت ذا رونج بروبلم، يعني النهارده يختاروا يقولوا انا هعمل داتا مايننج ودي اللي هتحل هذه المشكله، وممكن يكون داتا مايننج ملوش علاقه اساسا، مش this is not the right solution to choose. ان انا النهارده تو اجنور لو انا النهارده في شركه والمانجر بتاعي مش مقتنع ان انا استخدم داتا مايننج وانا صممت ان استخدم داتا مايننج، طبعا هتبقى مشكله كبيره، لان لو المانجر مش مقتنع يبقى مش هيديني البادجت، يبقى مش هيساعدني ان انا استخدم تولز، يبقى بالتالي القصه كلها هتفشل. Not leaving insufficient time for data acquisition slash preparation. اللي انا النهارده اقرر اعمل داتا مايننج سريعا من قبل ما احضر الداتا بطريقه صح واعمل لها pre processing و preparation، فبالتالي تطلع لي low quality data فيطلع لي data mining results very برضه ايه؟ very inaccurate. أو النهارده looking only at aggregated results and not at individual records and predictions. Being sloppy about keeping track of data mining procedures and results. النهارده ما يبقاش فيه documentation ولا tracking لل data mining approach اللي احنا استخدمناه والresults اللي بتطلع، لا يعني أي result بيطلع أنا باخده كأمر مسلم بيه. دي كلها يعني زي ما بنسميها pitfalls الناس ممكن تقع فيها لما تيجي تعمل data mining. ودي المعتقدات اللي الناس بتعتقدها خاطئه، معتقدات خاطئه طبعا لما تيجي تعمل التمرين. That's it. Any questions؟ Okay.
see you inshallah in the face-to-face session. Thank you very much.